هي الكسور دوا دوار كلام لي ما على سيد ميديا فلان هذه أنا وقع سبتها سبسكرايب صار وقبل كفر أو داو وركي وجود تنبيهي بدومي هري يتوخي هري مقالد ومقدش التابد عبدي ولقد هذا كل حد لما ذحد في الله صومالي إسلام مركزنا كهذا لي أرنتي مقالد ومقدش كد عدد بندوق يدد كي مساكين تاي هل كاسل وجود لي هذا محو تابد عبدي كي يري فرينت وصدري ما ذحد سر دل كصوماليا بدومي هري قبل كبنادر أهاد وقي هري مقدش التابد عبدي محمد يا وحى وصي كل الأقوى هذا لي دل كي أسكري كتير سنا عيني كبوليس كاو دق مدا بوندر وجي استلا بروح أو شعبها أو مد كميد أهي أي هذا وين الأمور أهي إسلام مركزنا دت وينها أدو وقع رئيسي أو يوم الله هاي إسلام مركزنا وح كير أسبوع دلنا أي هالكاس اللي قد لي ورال وصور اللي جبرتي في فيسبوك جارك أي وح أو شيء إن وح أي عند رأى هاي أي تاي إن أسكري وح بدبادين لا هاي أي يجو سببان لما شو إسلام مركزنا وح أو رجعي إن عدالة الوافق جي أسكري فريد أسكري فريد دي الكاس فوش حما دابد عبدي أيام مدح هذا أوجس الرئيس إدلك إياه أذها أمني جا أوجب باقي إن يعشر كبرتان دعذري كدعري بوندرة إسلام مركزنا جبي أهم بشعب الصوماليات وجدان مر او که هدله بندوگ سار مقدسه ایو شگه این اهن تانی بندوگ ایو با هن تای وعی گرند بلارن اصلا مرکز نصیب برشده لاب بر آن حرف او قونین دو وح ویر الله اون حریست مدینو عبدالله یو حسن علی او عید مدو کدی لیمبون دیر وحن حنون کلا کیپ سنا یا کویس کی مرحومین تا سمری ای ایمان الله کوادسیو ایور آنگان الله نگسیو و ایان در رو ایو قلبی جب اسکر کتر سن بولیس کا وح بدبادین لحای ایجی دیمشو سببین مادام الله سوی حریق عن کدیگلیه و حرجین یا این عدالت دلوافجیو ارینت بدوجا وحن ابا هن نهای ایور وعی گلیم بلارن ایو این الله سهشنین حالیست که دلان کت بولش ایو عیدن آن بدو هری و آرگس لمرکاسین دمانتو بیکر عصبیهین دعوین کی شر ایا هبین هر وح لاخبالی کرما آهن وانا إن مدحضة إيه هاي أدها أمنيغا وح كبرتان كنفو قادان وح والبا أو داد كينا دلقات كبادان وح أردمي كرا أيو يري مستتابع عبي شعب كينا وحان لأيه هاي ما دام بندوغي لغسو عليي سديد فيد نمو فضلاً اوهو قام سماها دي آد أركتان وح آيادان قادان كارين إن نبد سن نبدون أبنا بحا أو يانان ليسكو قلدين أسكري قلد غلي إيو أستامها قرنك مدحضة قرنك وحان حسوسين يا إن داد كلاد ديسو أياكه الرئيسو إن دال كلاد ديسو سددك وح لو حيريان وقتيادة أدك وح حيريان وقتيادة أدك وقتيادة برارها با سيكا سواها تيتابن عبيا يا فرين تانا ادري خورادة أمنية إيو مدحضة وصر رئيس دالك صوماليا إسلام الكاسيني شيكا دعددي هالكاسي كدعدي إن أي عشر وين كقاتان لنا عكلا نلاشا قويسيسكي دادكي لغود ديلي مقدشة أولا كفالة قادي عمر فينش وقري هودو قدتغي قدوميه قبل كبنادر أهنا دوقة مقالدة مقدشة مودان عمر محمود محمد عمر فينش ايا حال قريه هودا كبو غضي قوشتكي اي كبحين الله اونا حريستي مدينة عبد الله عبدي ايو حسن علي عداوة او سي شرعي دراه لوغو ديلي ان كستو دولد صومالي اي قعانتا كوليكتي اسكريجي ديلي دلكاسي دلكاسي اسلامر كاسيني او حرين يحي دوغ مقالدا مقدشة ايا قوشتكي كولا كولمي او شيغي ان مامولك قبل كبنادر او كفالة قاضي نولوشا اسلامر كاسيني دوان شرعيق اللهور كيني دونو اسكريجي دلك قيستي او امنك او حرين يحي وحان مركا هورا إذن كاقا تعسيين يا إبكي كدعي أو أهامد آد وفولحون إسلام مركاسنا قلبي جينا حنوجي وانا سببتا كينتي إنان هورتينا إما نوسيدو كلنا مدحد الدولة دوي حنوجي سي وحينا ديار ويهين إن سيدا أقول نقصيها بدن شرعيق اللوهور كينو قعنكو ديقليه فالكاسي حان درادا لها أقايستي أيو يرو عمر فينيش دلك أسكري جانو كلك عيل لبضة قفود أيان لسي عرب بدن إيوب منابحي ربش دوتو أو حبين هوري إلا شالي كسعودي مقالد مقدشو إذن مركاسين إقبي أهم بوركي مقالد مقدشو أيو كل دقنا مدحوين فرماجو هالكاسي كو جيجيحين سيك سباها تيوغو دنبينتي خويسكي لبضي خويس أو هالكاسي أيا أوغو تيغان عمر فنيس لمركاسين دمان أي دمانات قادين ان وحيابه او باهناين سيكا سواهاتي عمر فينش ايا هالكاسي كسو افجري ان اي شعب كاسي اسدجيان اسلامر كاسيني هير كاسي اي مسلحيان دينا عكلا سلديك بوندير او لو مقا عبد تليح وسو مادام تليح هالكاسي مستر عرب لغا قاضي يدو تليها عيد مدى بوليسكا سوماليا او شالي قلب حلقا قاضي تليه سلديك بوليسكا ديك مدى بوندير ايا وحاد دربابا لمقا عبد تليح وسو حلقا كلاوري غي دونا تليه هوري اي حلقا لغا قاضي تليها عصوب لو مقعاوي بوندير ايا وحا لغو مقعاوا دم عبد الشيخ عيسى وحونا الدربة لو ريغي شقدي دقمدا سيو اوسي سعوتي سيدي عاليغي هيد اسلام مركاسين دردر اوغلين ايو سببت حلقا لغو قاضي تليه هوري ايا لغو شيغي ديلكي او اسكريغا كتير سنا بوليس كا دقمدا او قيستي لبقف او شعب اهي او مد اي اهيد هويني امول اهيد سيدان هوري لو شيغي كدب ديلكاسي وحا مقالد مقدشة كدعاي بنام بحيو ربشادو واتا او كيني ان لغوبو سورة مدحوينها صوماليا محمد عبد الله فرماجو
cabashada ka timid shacabkaasi caraysnayaaka inta in xilkii laga qaado taliyihii booliiska ee degmada Boondheer ee halka xabsiga loo taxaabay askarigii dilka geystay, iyadoo la filayo in maalmaha soo socda uu ka soo muuqan doono maxkamadda isla markaasna la xukumi doono. Sidoo kale, banaanbaxayaasha ayaa keenay in bandowgii saarna magaalada Muqdisho loo celiyo waqtigiisii hore ee 8-da fiidnimo, isla markaasna imanka ay ku qanacsan yihiin reer Muqdisho shacabka Muqdisho. Dhinaca kale, Turkiga oo muwaadiniintiisa kala baxaya Soomaaliya isla markaasna xalay durbadiiba dad badan la baxay magaalada Muqdisho, waxaa xalay diyaaradda Turkiga Airways ka qaaday inta badan shaqaalihii Turkiga ee ku sugnaa Muqdisho, kuwaas oo dib loogu celiyey xalalkoodii isla markaasna dalkoodii dib loogu celiyey. Qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in iyada oo la filanayo amarkii madaxweyne Erdogan ee ka hortaga caabuqa 19 si kumeel gaar ah shaqaalaha Turkiga loogu daadguraynayo dalkoodii. Haddaba safaaradda qoraalka ka soo baxay ayaa waxa uu ahaa digdoonaantii uu qaatay madaxweynahayna si looga hortago faafinta caabuqa 19 muwaadiniinteena ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa si kumeel gaar ah uga soo gurnay Muqdisho una aaday dhanka Turkiga, iyadoo raacaya tilmaamaha lagu soo qaadayo muwaadiniinteena dibadda loogu keenayo dalka Turkiga, ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay safaaradda. Wararka ay hesha warbaahinta ayaa waxa ay sheegayaan in diyaaradda Turkey Airways ay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ay ka qaaday 101 qof oo ah muwaadiniin u dhalatay dalka Turkiga, kuwaas oo ka shaqaynayay Muqdisho, isla markaasina inta badan Muqdisho meelo badan ka joogay. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale xalay ayay soo dejisay diyaaraddaasi muwaadiniin Soomaaliyeed, isla markaasina kuwoodii ayay dib ula baxday. Dhinaca kale, wiil dhalinyaro ah oo Muqdisho ku sameeyay qalabka neefta siiya bukaanada qaba caabuqa 19 isla markaasina rafaad xooggan ku haystay ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Iyadoo Soomaaliya uu aad ugu yar yahay qalabka neefta siiya bukaanada naqaska ku dhega ee loo yaqaana mashiinka neefta siiya, ayaa waxaa qalabkani neefta sameeyey wiil dhalinyaro Soomaaliyeed ah isla markaasina si weyn loogu bogaadiyey. Wiilkani oo lagu magacaabo Maxamed Cadaawe ayaa sheegay inuu qalabkani ugu talagalay dadka uu soo dhiitay cudurka caabuqa 19 iyo dhibaatada ku qaba inay helaan qalabka neefta siiya dadka isla markaasina oo cariiri ka jira isbitaalada magaalada Muqdisho, gaar ahaan isbitaal Martini. Wiilkan ayaa sheegay inuu arrintani ku howlanaa muddo 20 maalmood ah markii uu maqlay wiil aabihiis oksijiin la-aan ugu geeriyooday Muqdisho, isla markaasina ku dhalisay inuu arrintani oo si weyn u baaraandego isla markaasina uu raadiyo qaabka ku samayn lahay. Qalabka wiilkani sameeyey ayaa ah qalab manual ah oo aan u baahnayn inay dadka riixaan, taasoo si weyn loo soo dhaweeyey isla markaasina loo bogaadiyey. Qaar ka tirsan dhakhaatiirta Muqdisho ka howlgala ayaa sheegay inuu qalabkani yahay mid si weyn u anfacaya dadka Soomaaliyeed, waxayna isbitaalada qaar ku dhawaaqeen inay isticmaali doonaan qalabkani. Islamarkaasina wiilkani oo dhiirigelin xooggan la siiyey ayaa iminka waxaa la doonayaa inuu sii dhammaystiro, islamarkaasina ummadda Soomaaliyeed ee dhakhaatiirta badan ee ku farxeen markii la arkay maskaxda wiilkani yari, islamarkaasina iminka uu soo wado in mar kale uu isku dayo ama qalab badan uu soo saaro.